اختيار المكان المناسب لايش؟ لقطر الشارع، عبور الشارع. اول شيء انا بكون ماشي على الرصيف، بتطلع وين انا بدي اقطع الشارع. اولا اختيار المناسب لقطع الشارع، يعني بشوف وين مكان مناسب لقطع الشارع. من وين يكون مكان مناسب لقطع الشارع؟ عند خط المشاة. اولا بختار مكان مكشوف، في عندي خط المشاة بيكون كاشف انا حركة السيارات من اليمين ومن اليسار، ووجدت انه في عندي اشارة مرورية. اذا كان في عندي اشارة مرورية هان تكون باللون الاخضر للمركبات وباللون الاحمر الي، او بتكون بالعكس باللون الاخضر الي انا كعابر الطريق وبتكون باللون الاحمر للمركبات. معنى باللون الاحمر للمركبات معناها واقف المركبات بتوقف عندي المركبات هان، وانا بس بصبح ايش؟ مسموح لي اقطع الشارع. بقطع الشارع من خلال خط المشاة. من خلال ايش؟ خط المشاة. منظر رحيم.